اهلا 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 بحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين. رمضان جري، رمضان خلص. النهارده كان في الاحتفاليه اللي عاملاها وزاره الاوقاف بليله القدر، احتفاليه رائعه وجميله كما جرت العاده. بس في الاحتفاليه وهي بطبيعه الاحوال الرئيس قال كلمه، وكلمة الرئيس مهمة جدا نتيجة الموضوع اللي الرئيس بيتكلم فيه كتير. الموضوع هو مسألة إزاي نقدر ننشر صحيح الإسلام. طيب الرئيس ليه مصر دايما احتفالية ليلة القدر، احتفالية المولد النبوي؟ أحيانا ما بتبقاش احتفالات دينية والرئيس يعرج بالكلام على هذا الموضوع بالذات. طيب تعالى أخدك ونروح على كلمة الرئيس النهاردة، أو جانب حتى من كلمة الرئيس النهاردة في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر. النهاردة يا سادة الكرام الاحتفالية كانت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة. فخامة الرئيس كرم مجموعة من الفائزين في المسابقة العالمية ل29 للقرآن الكريم من مصر ومن الدول الإسلامية. كمان رئيس كرم حفظة القرآن الكريم الحفظ الكامل وفهم المعاني والمقاصد العامة وأصحاب الصوت الحسن من الجنسين. خد بالك من الجنسين. طب أنا أقول لك على حاجة لطيفة، أنت عارف أن أول صوت تلا القرآن الكريم على الإذاعة المصرية لم يكن مولانا الشيخ محمد رفعت؟ كانت قارئة مصرية. انت وصل لك المعنى؟ طيب انت عارف انه اول التطرف كان عقب اثناء الحرب اواخر الحرب العالمية الثانية. بعد كده القى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته اللي دعا فيها الى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الاسلام والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والإزدهار. قال إن طريق العمل الدؤوب والكفاح هو السبيل لمن ابتغى سدادا ونجاح. الرئيس في كلمته قال إن ربنا سبحانه وتعالى قد اصطفى من بين ليالي شهر رمضان ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل بأن أنزل فيها القرآن الكريم لتصبح ليلة الأمن والأمان والسلام وليلة الرحمة والنور والهدى. الرحمة والنور والهدى. الله هو نور السماوات والأرض، الله هو الهادي وصاحب الهدى. الله اختص نفسه بصفة الرحمة وسمى نفسه الرحمن، والرحمن في اللغة صيغة منتهى جموع، فتيجي صفة الرحمن دي تحديدا اسم الرحمن ده هو الاسم الوحيد من كل الأسماء المعروفة لرب العزة اللي موصوفة بصيغة منتهى الجموع. ده يخليك تقعد تفكر في ايه؟ أن الله فضل الرحمة على سائر الصفات، الرحمن على سائر الأسماء. ربنا دعا نفسه بكده، قال الله الرحمن، وسمى نفسه أسامي كتير وموجودة تمام عارفينها من جوه القرآن الكريم وهكذا، وحاجات من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك. بس لما قال ادعوني الله أو الرحمن، فكر أنت بقى، رحمن يعني مفيش تشدد، رحمن يعني مفيش تطرف، رحمن يعني مفيش عنف، رحمن يعني مفيش تكفير، رحمن يعني مفيش قتل، رحمن يعني مفيش انك تقف قدام ابناء الشرائع سماوية كانت او ديانات نعتقد انها وضعية او لا نعتقد انها وضعية، مش موضوعي، او حتى واحد ملوش دين مش موضوعي، انا مالي هقف وشه ليه وجبه ليه وتحدى ليه وكفروا بأمارة إيه وقرر إذا كان داخل جنة ونار بصفتي إيه. الواحد الأحد القهار هو الوحيد اللي من حقه يقرر مين مؤمن ومين مش مؤمن،
مين في الجنة ومين مش في الجنة، ومين في أنهي درجة في الجنة ومين في أنهي درجة في النار. البشري اللي يدي لنفسه هذا الحق، مش هقدر أقول لك كافر، أنا مليش حق أكفر حد، بس فكر أنت بقى. وأنا أروح الفاصل. احنا بقى نيجي في العيد نأجز والحكومة بقى تشتغل على طول. يعني انا عارف الحكومة ما بتاخدش اجازات كتير قوي يعني، لكن انت عارف بيبقى في وزارات كده بتبقى ايه، تعلن حالة التأهب القصوى. يعني مثلا هتلاقي الداخلية تعلن حالة تأهب، تلاقي التنمية المحلية تعلن حالة تأهب، الصحة تعلن حالة تأهب. هتقولي الصحة ليه؟ اقول لك ابسط حاجة الفسيخ، يعني ده ابسط حاجة. ان لم تكن هناك حاجات تانية بقى، وزارة الصحة نفسها بتبقى عامله لها استعدادات خاصه وما الى ذلك. هنا خلوني اخد معانا على التليفون واقول له كل سنه وحضرتك طيب وبالف صحه وسلامه دكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزاره الصحه. اهلا بيك يا دكتور. استاذ يوسف تحياتي لحضرتك، وكل سنه وحضرتك ومصر والمصريين والعالم كله بالف خير وحضرتك بالصحه بمناسبه الاعياد. احنا هنأجز وحضراتكم بقى ايه، هتبقوا في حاله التاهب القصوى. يعني دي حقيقة، لابد أن يعمل أناس ليستمتع آخرين بالأعياد والأجازات. الله أكبر. طيب حالة التأهب القصوى، يمكن أنا حتى كنت بطرح السؤال إنه الصحة هتبقى مهمومة بإيه للدرجة دي في العيد؟ اللهم إلا لا قدر الله، يعني لو حد أكل أكلة فسيخ مش ولا بد. يعني دي واحدة من الجوانب التأمين. إحنا عندنا تأمين وقائي مرتبط بالاستعدادات الوقائية، سواء على مستوى زي ما حضرتك قلت التغذية والأكل وأماكن تقديم الطعام ومقدمي الطعام، وعلى مستوى النواقل الأمراض والحشرات والتطهير، سواء كانت قوارض حشرات والحملات اللي بتقوم بها الوزارة في أماكن التجمعات لتطهيرها من قبل ما الناس تروح وتأهلها عشان ما يبقاش فيها حشرات وذباب وناموس أو نواقل الحشرات من القوارض وغيرها. ده مستوى. المستوى الثاني مستوى التأمين الطبي، وعلى مستوى المستشفيات وفرق الطوارئ وأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، وعلى مستوى الطرق والسفر. انت عارف الناس بتسافر في فترات الاعياد سواء للمصايف او لزياره اهاليهم في المحافظات المختلفه. صحيح. سيارات الاسعاف، احنا بنتكلم عن اكثر من 3339 سياره اسعاف بيعاد انتشارها وموضوعها حسب كثافه الحركه واتجاهات الحركه من خارج القاهره الى داخل القاهره او بالعكس. طيب هل يا دكتور حسام بيبقى يعني في الاعياد معدل ال هقول ايه يعني معدل الاصابات لا قدر الله، او معدل مثلا دخول لطوارئ او حاجه زي كده، بيزيد عن الايام الطبيعيه على مدار العام؟ يعني يمكن اكثر زياده بتبقى في حوادث الطرق، لانه بيبقى في تحركات أكثر كثافة على طرق السفر، سواء طرق السفر إلى المدن الساحلية أو إلى محافظات الدلتا أو السفر إلى الأماكن السياحية، التجمعات اللي بتحصل في الحدائق والمنتزهات، فبيبقى في عندنا ازدياد عن المعدلات المعتادة في حوادث الطرق. بيبقى ممكن يبقى التجمعات بينتج عنها نوع من الإعياء أحيانا، من الازدحام اللي بيسبب برضو ارتفاع في الحالات اللي بتيجي نتيجة التجمعات اللي موجودة في المنتزهات والأماكن. عشان كده دايما بيبقى عندنا استعداد أكثر وزيادة أكثر، سواء في الفرق الطبية أو في الأدوية والمستلزمات اللي قريبة من الأماكن الجغرافية للحدائق المنتزهات الأماكن السياحية، وكذلك على الطرق. معدلات نشر سيارات الإسعاف بيختلف، يعني لو كنا بننشر كل 7 كيلو في الاوقات العاديه، في اوقات السفر بتوجيهات السيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار ان احنا بنخلي المعدلات تقل الى 5 كيلو يمكن 4 كيلو ونص بيبقى تمركزات سيارات الاسعاف. بماذا تنصحنا دكتور خلال هذه الاجازه؟
يعني الحقيقة الكورونا ما زالت موجودة، لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاءها بعد، وبالتالي الحرص على التهوية الجيدة، استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، اللقاحات للي ما تلقحش، الجرعة التنشيطية، التطهير المستمر، ده شيء مهم. مهم بقى الأكل، وأنت عارف إحنا لينا طقوس مرتبطة بالأكل، في أعياد شم النسيم مرتبطة بالأسماك المملحة، وإحنا أصدرنا بيان بالنصائح المرتبطة بأكل الأسماك المملحة، وفي نفس الوقت في الأعياد بقى والكحك والحلويات والفطار اللي فيه كحك وفيه دهون نباتية مرتفعة. فالحرص على نظام غذائي متوازن، الحرص على عدم الإكثار سواء من الأسماك المملحة أو من الكحك والحلويات في فترة العيد، تغذية متوازنة، التأكد من المصادر اللي بنشتري منها، التأكد من الأماكن اللي بنشتري منها، بالإضافة إلى المراعاة زي ما قلت حضرتك كده، التطهير المستمر للأرطح والأيدي والتهوية الجيدة. طبعا حضرتك شايف تقلبات الجو ما بين الحرارة وما بين البرودة أحيانا، فالالتزام بما يصدر من هيئة الأعصاب الجوية المرتبطة بتغيرات الطقس، سواء في أتربة، سواء في ارتفاع درجات حرارة أو انخفاضها، بالحرص على الالتزام بتوجيهات هيئة الأعصاب فيما يتعلق بحالة الطقس والملابس المناسبة اللي بيتم ارتدائها باختلاف حالة الطقس. طيب دكتور حسام، احنا نتذكر انا وحضرتك انه كان زمان في بيوتنا عندنا كده دولاب بنسميه الاجزخانه، يبقى فيه اسعافات اوليه. والدولاب ده ما بقاش غالبا موجود في البيوت، وتحول الى درج من ادراج الكومودينو المكتظه بمجموعه من الادويه غالبا منتهيه الصلاحيه. تنصحنا نحط ايه في دولاب الاسعافات الاوليه بتاع زمان اذا كان لسه متواجد؟ هو أول حاجة أنصح بمراعاة شروط التخزين، لأن دلوقتي بقى التخزين في الدولاب مش هو التخزين الأمثل، أغلب الأدوية بتحتاج إنها توجد في درجة حرارة الثلاجة. فإن إحنا نخصص جزء في الثلاجة للأدوية اللي بنسميها الـ OTC، الأدوية المسكنة، بالإضافة إلى الأدوية اللي بتتعامل مع حالات النزيف البسيطة أو الجروح البسيطة، المفروض انها دائما تبقى متوفره في المنزل. بلاستر، شاش، قطن، كلام من ده يعني. بالظبط. ومحدش يوصف دواء لحد، ربنا يخلينا. لا، مفيش غير الادويه اللي هي بتؤخذ من غير وصفه طبيه، انما اي دواء ايا كان لا يؤخذ الا بعد استشاره الطبيب. اشكرك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب، وباذن الله عيد سعيد علينا جميعا يا رب. كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة حول الاستعدادات في الوزارة وحالة إعلان حالة التأهب دائما العيد. سؤال، خلي بالك لما أنا عملت كده قال يعني عمال بفكر، بس هو جد والله سؤال يعني، هل لما يجي حد يألف موسيقى وتبقى الموسيقى دي مثلا مرتبطة بمسلسل تحت الوصاية على سبيل المثال، وتحديدا هو المثال الحي اللي أنا بتكلم عليه يعني، لما بعمل الموسيقى علشان أنا عارف أنها متعلقة بقضية ما، والقضية دي بطلتها هنا سيدة امرأة، فلو كانت الموسيقى موضوعة من قبل مؤلفة موسيقية بتاء التأنيث لأجل قضية متعلقة بالمرأة، بيبقى في أفكار معينة تدور في الذهن، يعني ببقى فاهمة أكتر المنطلقات بتاعة المسلسل وقضيته. هل هتختلف الموسيقى لو إنه وضعها مؤلف موسيقي رجل؟ ده سؤال أظنه يعني مهم ان انا افهمه بالنسبه لي على الاقل. يعني في الموسيقى بتاعه تحت الوصاية تحديدا، فعلا الموسيقى قويه جدا جدا، معبره جدا عن الاحداث، تحس انها معبره جدا عن المشاعر بتاعه المسلسل تحديدا عند منى زكي باعتبارها بطله العمل، المشاعر اللي موجوده حتى عند بقيه الابطال، بالنسبه احمد خالد صالح عامل دور حلو 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 حلو، برافو يعني. فهنا الاول انا هرجع بقى على الموسيقى، وعايز ناخد معانا على التليفون بكل الترحيب المؤلفه الموسيقيه ليال وطفه، اهلا بيكي.
اهلا بيك استاذ يوسف. ازيك؟ عامل ايه؟ بقى انا عمال بتكلم بحماس لقيت صوتك هادي كده، ف انا طالع كريشندو قوي كريشندو. ايوه ولقيتك هاديه شكرا على التواصل والموسيقى معكم. ومعانا ليال وطئ. اهلا استاذ يوسف. بس انا عارف ان طبيعه المؤلفين الموسيقيين وكده بيبقوا هاديين عموما يعني. اكيد طبعا. هلا هو مش يعني صفه عامه بس اصله بتشتغلوا بامتع فن موجود، يعني امتع واحلى منتج فكري وابداعي في الوجود هو الموسيقى يعني. فلو ما كنتوش انتوا اللي هادين امال يبقى مين هادين يعني. انا بطرح اولا عايز اهنيكي جدا على الموسيقى بتاعه تحت الوصايه لانها فعلا حلوه بزياده يعني. كلك ذوق ربنا يخليكي. سؤالي هو انه هل الموسيقى دي لو كان وضعها مؤلف رجل كانت هتختلف؟ هي هتختلف مش لانه هيكون رجل، هي هتختلف لانه كل كومبوزر عنده مشاعر معينه، اسلوب شغل معين، يعني كل كومبوزر عنده حاجه مختلفه ليه. فده هيكون مختلف بس مش عشان الجندر، بس عشان كل شخص عنده طريقه في الشغل وتعبير عن المشاعر. لكن مش هتختلف على انه مؤلف او مؤلفه، هي هتختلف لانه كل واحد وليه طريقته؟ بالظبط. هلا ممكن انه الفاكت انه البطله هنا هي امراه وانا اكيد حيكون عندي كونكشن معاها وحفهم الوضع بتاعها اكثر، فحيكون في تعاطف اكثر للموضوع، فيمكن ده الفاكتور بيلعب يعني دور اكيد. وحصل فعلا هذا التعاطف وانت بتفكري في الموسيقى اللي هتعمليها؟ صح؟ بالظبط. أنا عيطت بصراحة لما أشوف بعض المشاهد، أنا كنت بعيط. تأثرتي إلى هذا الحد؟ طبعًا. خاصة مع التمثيل الفظيع يعني، التمثيل الرائع، فأكيد هتأثر في الموضوع. أنهي مشاهد اللي تسببت في إنك عيطتي وأنت بتتفرجي؟ مش هقدر أقول لك لأنه هي بالظبط النهاردة ودي الحلقة اللي حطيتها بعد يومين. مش هقدر اقول لك هو المشهد ايه. طب هقول يعني، ما هو اكيد بيبقى مشهد فيه منى زكي، حلو كده؟ في منى زكي اكيد. مع مين بقى؟ ما تحكيليش والله. لا صدقيني مش هقول لك قولي لي المشهد يعني، ما تحكيليش المشهد ولا تحرقيه، بس منى زكي ومين بس؟ هو مع اللي بتشتغل معاهم في المركب البحريه اللي معاه. البحريه اللي معاها. اوكي ماشي، هنركز احنا النهارده وبكره وبعده مشاهد منى زكي مع البحريه، ركزوا في الحته دي يا رجاله. بالظبط. حتى نعلم لماذا بكت ليال وطفه وهي تشاهد هذه المشاهد اثناء صناعه المسلسل. اشكرك ليال. انا جداً. بعيط قوي على فكره لما اشوف يعني مشاهد مؤثره، فده يعني بيحصل دايما. لا هو طبعا يعني انك تتاثري ده مفهوم، لكن انت تتاثري وانت واحده من المشاركين وصناع المسلسل، ده مذهل في حد ذاته. مذهل يعني. طبعا، وده اللي بيخليك اصلا تعمل حاجه كده مؤثره. وانا على فكره لما اكتب حاجه تاثر فيا انا بعرف انه انا عملت حاجه كويسه. لما بتلاقي نفسك انت تاثرتي. اوكي، ده برضو مفتاح نقدر نشتغل عليه بعد كده. ماشي، انك لو انت تاثرتي بنفسك انت كده حسيتي انك انت خلاص عملتي حاجه كويسه. عملت حاجة كويسة. بالظبط، يعني لازم أنا أتأثر بالموسيقى مع المشهد كده، أحسهم كده مأثرين فيها، وحتى أنا اللي كتبها عارف إن أنا عملت حاجة كويسة. والله إنه الموسيقى بجد اللي عملتيها هي أثرت في الكل، فعلا موسيقى عبقرية يعني. جدا، أنا مبسوطة من الموضوع ده قوي قوي. وإحنا مبسوطين جدا إنك عملتي الموسيقى دي للمسلسل ده، لأنه مسلسل مهم جدا بالنسبة لنا كلنا يعني. بالزبط. أشكرك جدا 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 ليال، وأتمنى إن إحنا نشوفك قريب نتكلم أكتر على الموسيقى، وساعتها هنناقش بقى حجم تأثرك في المشاهد بعد ما نكون شفناها بإذن الله. أشكرك جدا ليال وطفة، المؤلفة الموسيقية ومؤلفة موسيقى مسلسل تحت الوصاية. للأسف خلصت الحلقة لحد كده. لو كان لنا عمر بقى هنتقابل إن شاء الله كده في العيد، قولوا إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين، وتابعونا دائما في برنامجكم التاسعة. سلامات.